معي عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، لقاء الزعيمين اليوم تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. في رأيك، كيف يمكن أن يقود البلدان العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية؟ طبعا العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات يعني لها شكل خاص ولها عمق، لأنها بتغطي جوانب كثيرة. العلاقات الثنائية أيضا علاقات متشعبة، وفي شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين. فوقها كل هذا طبعا علاقة خاصة جدا ما بين الزعيمين، وده في نفس الوقت بيدي قوة وزخم للعلاقات ما بين البلدين عندما يكون هناك توافق ورؤى واحدة بين الزعيمين. فأنا أعتقد إنه لقاءات القمة المصرية الإماراتية دائما هي طبعا نعتبرها من الدول الفاعلة الدولتين في المنطقة، وبالتالي دائما بيكون لها مساحة واسعة من يعني الموضوعات اللي بيتم مناقشتها، وخاصة في ظل إقليم مضطرب وأخطار وتحديات كبيرة بتحيط بهذا الإقليم. ولكن الدول الفاعلة زي مصر والإمارات أعتقد إن هم لما يكون عندهم قدر كبير من الرؤى الاستراتيجية الموحدة والمواقف الثابتة تجاه قضايا كثيرة داخل هذه المنطقة، أعتقد أن ده بحد ذاته بيكون أحد عوامل نجاح العمل العربي المشترك اللي احنا كلنا بنصبر عليه في المرحلة القادمة. نعم سيادة السفير، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورا كبيرا وأيضا نوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية خلال الفترة الأخيرة. من وجهة نظرك، كيف يمكن البناء على هذه الخلفية لامتداد التعاون المشترك؟ طبعا تميز العلاقات المصرية الإماراتية وزي ما حضرتك تفضلتي تغطيتها لكافة المجالات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، أعتقد أن ده بحد ذاته بيكون نموذج جيد لعلاقات عربية عربية احنا في حاجة إليها في الفترة القادمة، نتيجة زي ما قلت في الأول أن في أخطار كبيرة جدا يعني بتحيط بالمنطقة، وفي نفس الوقت ان كل الازمات اللي موجودة في المنطقة للاسف بدات تدهور سواء في بعض الدول يعني المحيطة بنا او نتيجة تدخلات من بعض القوى الاقليمية المتربصة بالشأن العربي. فبالتالي عندما تكون هناك علاقات قوية وتعاون مشترك وتبادل الرؤى ما بين البلدين، اعتقد ده بحد ذاته بيصب في مصلحة الأمة العربية بأكملها والأمن القومي العربي. أشكرك سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.